صح يا اخوان؟ صح. سالين اكس واضح دي اكس كلير. اذا الساين اكسبوننت 5 اهو بالهايلايت ناخذ من الفردي واحد سبق مالك عمل كنا هون بالاقواس ذكرتوهم هذا هو كلير. نجي الان بعد ما ناخذ منه واحد بنجيب مستر مين؟ مستر فهيم فوق مين؟ فوق الساين. بيسألوا يا ساين انت مشتقة اي دالة؟ المشتقة مين؟ مشتقة الكوساين. اذا سأكتب التكامل دالة كوساين بس هذا عندي هون ساين شو بدي احول ساين اس 4 الى علاقة فيها كوساين. انا بعرف اذا الساين اكسبوننت 4 ما هو شباب؟ ساين تربيع لكل تربيع. ساين تربيع لكل تربيع. ساين سكوارد اكس هذا كله سكوارد صح يا اخوان؟ بنجي بنحط والله بالهايلايت هذا كله دكتور كوزاين مو ساين واحد ساين لحظه الو لحظه ايه خطا مطبعي نعم هذا كوساين ليس طولوا بالكم علي ايه شباب يا شباب اظنوا والله ان مدرسكم انه والله ايه ماشي خلاص كوساين سكواد ماشي خطا مطبعي. اذا شو عندي هون 1 ماينس كوساين سكواد صح ماشي وهذا كله ايه للتربيع كلير ماشي كليم. هذا مين هو هذا كوساين سكواد اكس وهذا شو عندي هون ساين اكس دي اكس. الان التي ما هو كوساين صحيح اخوان الدي تي شو بيصير عندي هون هذا الدي تي equals minus sin x dx. أنا هون نيجاتيف ما عندي صح إذا بضرب نيجاتيف بطرفين مساواة صح ونعمل سويتش فيكون لدينا I يساوي إلى تكامل لاحظوا شباب 1 minus t squared exponent mean 2 وهذا t squared وهذا نيجاتيف مي برا دي تي كلير. هنقوله الآن ماينس صح 1 ماينس 2 تي سكوارد بلس تي اكسبوننت مين 4 تايمز تي سكوارد دي تي وهذا شو بيساوي نيجاتيف برا هيطلع عندي تكامل تي سكوارد ماينس 2 تي اكسبوننت 4 بلس تي اكسبوننت مين 6 دي تي. هذا شو بيطلع عندي يا شباب ماينس ماشي خليه برا 1 ثيرد تي كيوب صح ماينس 2 اوفر 5 تي اكسبوننت كام 5 بلس 1 اوفر 7 تي اكسبوننت 7 بلس مين بلس سي ما هو تي يا اخوان سويتش باك كوساين شو بيطلع عندي نيجاتيف 1 ثيرد ما هو ساين صح صح يا شباب كوساين كوساين تفرع الورقه شوي كوساين مين كوساين كيوب اكس ماينس 2 اوفر 5 كوساين اكسبوننت 5 اكس بلس 1 اوفر 7 كوساين منو اكسبوننت 7 هذا اكس بلس 7. في مشاكل؟ لا مره هالتمرين حلين مثله عن عسبوره ولا لا يا شباب؟ يلا حلين ايه يا دكتور حلين تماما نيجي مرحبا تفضل حبيبي. السؤال رقم 5 لو اخذت التي على الجذر كامل اللي بالمقام تصير مشكله ولا حلين التي طيب نحاول نحله بعد شوي alright اوكي alright بس خلينا اخر شيء خلينا نمشي والله تمام يا اخوان نيجي الان مرحبا هذا التمرين شفتوه ايه شفتوه ولا شفتوه انا اللوبيت اها اوبيتال مين هذا الاخ اللي عم يقول لي اوبيتال بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك الله يحميك الهي بتزعل مني زعال أمو لو جينا عوضنا هون مكان الـ X approach to infinity حيطلع عندي هذا 1
exponent to the power infinity is an indeterminate form. صح؟ إننا بنحل بطريقتين ممكن. صح يا أخوان؟ مين بيعرف؟ نأخذ اللين للطرفين. نحوض يو. نخليه واي ونأخذ اللين للطرفين. ميام يحكي. ميام يحكي. صقر. هلا صقر. طيب. غير الفكرة هذه يا صقر. مين في من الشباب بيعرف والله؟ حلينا السبورة يا أخوان. هذا القاعدة شاد لل. هو الإكسبوننشل. خلي المعادلة. نأخذ هواي. أيوة. إذا الله سؤال شو عندي هون؟ limit. limit. one plus seven exponent x. بدي مقلوبة صح؟ شو بدي هون؟ هذا مين؟ إذن هذا يساوي. بدي هذا x. الx هو مقلوب over x. بس أنا ما عندي 1 over x. عندي 7 over x. إذن شو مقلوبه؟ عندي مقلوبه 7 x over mean over 7 صح؟ عندي هون 5 صح يا أخوان؟ صح يا شباب؟ إذن هذا exponent 7 مضروب بمين؟ مضروب ب 5 صح ولا لا؟ صحيح. 7 over 7 x times 5 صفي عندي صحيح؟ where x approach to infinity هذا كله حيكون عندي مين؟ حيكون عندي e exponent mean 7 في 5 كم يا شباب؟ 35 or مثل ما قال السقر انه والله y شو بيساوي؟ بيساوي 1 plus 7 over x exponent 5x. انا حالكم واحد اخوه لهذا ماشي على السبورة ماشي اخوه تماما حلوه. بعدين شو بنعمل هلا هون؟ بناخذ لين الطرفين صح؟ نيجي نقول لين. اذا لين هذا لين ما بعرف ليش القلم الاحمر هذا بشكل مفتوح صار من زمان ليك ما عم يشتغل. لين واي شو بيساوي؟ بيساوي الى لين. لين منو؟ لين 1 plus 7 over x exponent 5x. And then, ln y should be يساوي. بيساوي إلى 5x ln 1 plus 7 over x. شباب, هاخد مين؟ هاخد limit للطرفين. limit ln y, هذا ln y. where x approach to infinity. هذا شو بيساوي؟ بيساوي إلى limit where x approach to infinity. لمين؟ ل 5x ln 1 plus 7 over x صح؟ وهذا شو بيعطيني الآن؟ ما لا نهاية. وهذا عدد على مقدار يسمى ما لا نهاية صفر بلس 1 لأن الوان كم؟ صفر. إذا حيطلع عندي indeterminate coefficient صح؟ عفوا indeterminate form. أنا آسف راح ذهني موضوع آخر معليش هذا ما حق 106 204 معليش. الآن شو بنعمل الآن يا أخوان؟ منحرك مين؟ إذا اللين ده ضعيف نحرك مين؟ حرك الإكس صح؟ الإكس وين؟ حطه تحت. شو بصير عندي هون؟ بصير عندي الآن هذا شو بصير؟ ليمت هذا ليمت صح؟ ليمت خلي هذا الفايف هنا ما يأثر عليه أو خلي الفايف هون ماشي؟ مرة أكتب فايف هنا. إذا لين مين؟ حط كسر لين 1 بلس 7 أوفر إكس. لما حط الاكس في المقام شو بصير يا اخوان؟ حطوه في واحد على اكس where x approach to infinity حيطلع عندي شو هون؟ 0 over 0. الان بقول له الان شو بقول له؟ لاوربيتال رول صح؟ الواد شو بيساوي؟ هذا 5 ليمت تقول لي هلا هون هذا خط كسر مش تاخذ 1 over x في المقام نيجاتيف 1 over x squared صح؟
مشتقة مين؟ لينيو مشتقة المقدار على المقدار، صح يا أخوان؟ مشتقة الواحد صفر، مشتقة ال1 over x نيجاتيف، ماشي لاحظوا 7 over x squared على المقدار نفسه 1 plus 7 over x. تمام يا أخوان؟ بيت البعيد والأنفلي. أيوة، لما ال x approach to infinity هذا شو بيطلع عندي؟ 5 في limit، لاحظوا شو هيطلع عندي هون؟ هيطلع عندي 7 over 1 plus 7 over x. لاحظوا شو عملنا؟ لاحظوا هون نيجاتيف 1 over x squared مع نيجاتيف 1 over x squared في الوسط، صح؟ أصبح عندي 7 على 1 plus 7 over x where x approach to infinity. هذا شو بيساوي شباب؟ يساوي 5، نرفع لكم إياها شوي لفوق، 5 7 over 1 plus 0، صح؟ يساوي 5 times 7 شو بيساوي؟ بيساوي إلى 35. إذا 35 limit ال y، إنه هذا كله limit مين؟ limit ال y، صح ولا لا؟ إذا هذا limit زمان هو ولا يهمك. تمام، واضح الآن؟ limit مين؟ limit لين واي، هذا صح يا أخوان؟ لين واي لما الـ x approach to infinity بيطلع 35، إذا limit الـ y لما x approach to infinity بيساوي e exponent 35. وما نفس طلع عندي دكتور؟ طيب الطريقة الأولى هذه عادي أسويها في اختبار؟ هذه صحيحة، لو صحيحة ما أعطيك إياها يا ابني، ماشي؟ ما راح ينقص علي في الخطوات ولا شيء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اشتغل هذه خلاص، ماشي؟ ما دام عندك الشك وعم تسألني هيك ما عندك ثقة، اشتغل بهذه خلاص. alright انتهينا. اللي بعده، مرحبا مرحبا. أول شيء شو عندي هون؟ شو عندي؟ ثلاثة x. يا أخي هذا اللوج الأساس 3x عمل لي غثاثة صراحة. شو بدي أعمل فيه؟ حول لن. أيوة. نعم. شباب دقلوني لشو؟ I شو بيساوي؟ هذا x squared، صح؟ وهذا شو هاد؟ لن x على يا سلام. لن ثلاثة. أول حاجة بعمله. ليه؟ أسهل لي. خلاص. إذن لين x to the base 3 هو عبارة عن لين x على لين 3. واضح يا أخوان؟ لين 3 إذا constant، وين بحطوه؟ حطوه وين؟ خارج التكامل. 1 over لين 3، صح؟ تكامل x squared لين x. يا سلام، هذا التكامل شفناه سابقا. integration by parts. ممتاز. هذه المواهب الحلوة عم تظهر الآن. by parts. إذا شو بنقول؟ من هو اليو يا شباب؟ لن الاكس. لن الاكس. ممتاز. إن شاء الله بكرة فول مارك. ديو شو بيساوي؟ 1 of x. كوما كوما. شو عندي هون؟ dv ما توقع. x squared. squared dx. هيك نشتغل، هيك نرسم رسم. واضح يا أخوان؟ هذا شو بيساوي؟ لأن شفت بعض منكم ما يلتزم، يكتب بأسلوب عشوائي، أسلوب فوضوي بصراحة. ما عجبني بعض الشباب بيجوا عم يورجوني حلولهم، ما عجبني الأسلوب، ما كانوا درستهم. الآن I شو بيساوي؟ هذا 1 over ln 3 افتح قوسين U times V minus V du. لغاية هون في مشاكل؟ 1 over 3 U times V، إذا هذا U times V minus V تكامل V du أهو. إذا X 3 over 3 لين X، إذا X to the power 3 over 3 لين X minus، الآن شو بنقول؟ 1 third X squared over X X squared عفوا x cube over x x squared dx. هذا شو بيساوي؟ 1 over ln 3. نجي x cube
over 3 Linux minus 1 over 9 execute بلس ثابت. خلوها هيك بس بدون ما نعمل فيها اي شيء. هذا صح clear؟ ايوه clear. هذا التمرين مر معنا في التدريس لما على السبوره ولا لا؟ بس شو مر معنا؟ ما كنا كاتبين لوج، كنا كاتبين لين. شو الحاجه اللي عملنا هون؟ حولنا هذا اللوج لايه؟ لعمل غثاثة كده في البيس حقه الى لين. clear friends؟ دكتور عندي سؤال بس انا الحين شلون اعرف اذا اقدر اقسم الضرب؟ انا في تخيلي على طول قسمتها الى ضرب تكاملين، قسمتها الى تكامل زائد تكامل. ايه ايه شو حكيت؟ هو انا داري بتهاوشني بس اقصد شلون افرق؟ لا ما عم هاوشك، انا ما عم هاوشك. لا لا اقصد شلون افرق اذا ضرب تكاملين؟ حبيبي يا حبيبي اهدأ شوي. مين معي؟ انا يوسف حكيت. يوسف الله يرضى عليك. انا عندي لوج للاساس 3، انا عم استخدم مين؟ ناتشرال لوغاريتم والكومن لوغاريتم. كومن لوغاريتم هو اللوغاريتم العشري صح؟ صح ولا لا؟ نعم. اللوغاريتم لاي اساس اخر غير غير اللين راح صوتك يا دكتور. اوكي اعتقد انه سكت. سبحانك فقنا عذاب النار. الو الو السلام عليكم. راح الصوت. انا عندي برنامج بس بذكرني باذكار المساء بس ماشي. طيب نجي مره ثانيه. انا عندي لوج يا يوسف يا حبوبي يوسف. اسمعك صديقي. لوغاريتم اكس للاساس بي هو لين اكس اوفر لين بي، وهذا اللين عباره عن عدد كونستانت. هذا شو بيساوي؟ هذا عدد. كويس هيك جينا حطينا خارج التكامل، اصبح الان اكس سكوير لين اكس. هذا شكل بالنسبه الى اي من هنا عارف انه باي بارت. نعم وهذا باي بارتس عمو، هذا باي بارتس بس حيلبكك كثير في اثناء الشغل والاشتقاق. شايف كيف؟ لذلك نحن اول ما دخلنا وحولناه الى الشكل مين ناتشرال اللي بنعرف. اورايت رايت تمام كلير يا صديقي. كلير اي هوب سو. خلي عنكم ثقة بنفسكم. يا سلام يا سلام. هل ايه هالمثال شو ظريف وشو حلو شو شايفين منه حالي منه كتير. تفضلوا حبايبي الحلوين، انتوا عم تشوفوني صح؟ مرحبا. ايه هذا السؤال رقم 9 صح؟ ترتيب الأوراق مظبوط. 8 9. نعم مين بدي يحكي معي ويقول لي شو منحل؟ يلا trigonometric substitution نعوض بساين. مين الشاب الجميل اللي قال لي اول شيء؟ مين حكى معي؟ انا trigonometric substitution. يس شو اسمك؟ بعرف عبد الملك. عبد الملك ما شاء الله عليك يا سحيبان. ما شاء الله عليك يا سحيبان. اذا لاحظوا لو كان هذا اكس ما اكس تربيع كنا هذا يو وهذا دي يو نضربه باثنين بناقص اثنين مقسم على ناقص. صح يا اخوان؟ لكن وجود التربيع خلاني والله انا اخذ انا هون روت اوف. انتبهوا يا شباب 3 ماينس اكس سكويرد بدي اكتبه على الصيغه مين؟ على الصيغه اي سكويرد ماينس مين؟ ماينس اكس سكويرد ماينس اكس سكويرد. اذا روت اوف 3 سكويرد ماينس اكس سكويرد. صح الكلام؟ وهذا بيأهلني انه افرض انه الاكس شو بيساوي الى الاي روت اوف 3 بساين مين؟ ساين سيتا. clear my friend؟ إذا من هون بقول له أنا تبولي والله ساين سيتا شو بيساوي؟ X على جذر 3 على root of 3 صح؟ هذا شو يعني؟ the opposite على الهيبتينيز. وينه هذا A؟ right triangle عندي يا هذا نجي هذا عندي أنا والله هذا الهيبتينيز صح؟ هذا السيتا صح؟ هذا A right angle هذا root of 3 وهذا ال X هذا شو بيكون؟ square root of hypotenuse squared is then 3 minus opposite squared. صح يا أخوان؟
صحيح. من هون بيعطيني ثيتا ثيتا شو بيساوي ثيتا؟ عبارة عن ساين انفرس صح؟ مين؟ الاكس على روت اوف 3 كلير؟ طيب عم يقول لي الان هذا اذا هذا اكس الدي اكس شو بيساوي شباب؟ يا سلام روت اوف 3 كوساين ثيتا دي ثيتا اوكي يا فريندز الان اريد مين 3 ماينس اكس سكوير هذا شو بيساوي هذا عباره عن 3 ماينس 3 ساين سكوير ثيتا 3 اس كمان 3 اوت برنسيس 1 او شفتوا كيف الإشارة العصبية عم تكون إيه؟ هذا ما خطأ علمي هذا خطأ إيه؟ الإشارة العصبية عم تكون سريعة شوي 1 minus sin squared theta أوكي؟ هذا شو بيصير؟ بيصير 3 cosine squared theta صحيح أخوان؟ صح طيب أنا أريد إيه بالروت؟ هذا روت هذا روت صح؟ هذا روت هذا روت شو بيعطيني روت اوف 3 في كوساين ثيتا ما تقلي بوزيتيف نيجاتيف هذا الثيتا اكيوت انجل صح فبيكون في فيرست كوادرانت الاول بيكون بوزيتيف اورايت الان نعمل ايه نعمل سويتش دكتور شوي لف الورقه يمين معي كامل معلش انا مطالب لحظه شوي كده تمام مزبوط. كيف الامور الان مزبوط طيب نيجي الآن الحبايب الحلوين الأكس ما هو الأكس إذا root of 3 sin theta squared 3 sin squared theta والدي أكس شو هي root of 3 cosine منو cosine theta يا سلام بعدين شو عندي هون والroot والdenominator كله شو بيعطيني بيعطيني root of 3 cosine theta إخوان لاحظوا بيروح root of 3 cosine theta مع شبيهه في النوميريتور فيطلع عندي المتبقي ما هو المتبقي بيساوي إلى 3 integral of sine squared theta d theta هلا هلا شلون من كامل sine squared يا شباب نصف واحد واحد ناقص cosine 2 theta يا سلام يا عين على المواهب الحلوة أن تطلع عندي أنا مبسوط جدا أنا ما عم جاملكم أنا مبسوط جدا بصراحة إن شاء الله بكرة كلكم فول مارك إن شاء الله بإذن الله دي سيتا طيب شباب الحلوين شو بيطلع عندي 3 over 2 and 3 over 2 هذا A parentheses 1 دي سيتا إذا سيتا بعدين minus sin لو سمحتوا تخفضونا والله الصوت ساين 2 سيتا على 2 هذا ساين ها alright بلس ثابت هذا سبع مرة علينا هذا شو بيساوي 3 over 2 يا سلام هذا سيتا هذا شو بيطلع عندي عفوا ماينس أنا آسف ماينس ساين سيتا كوساين سيتا clear إذا لاحظوا هذا هو كله ناقص نصف ساين 2 سيتا شو بيساوي ساين سيتا كوساين سيتا كلير فريندز هيطلع عندي اذا 3 اوفر 2 استحلفكم بالله هذا التمرين محلول على السبوره اللولي بس هون بدل ما يكون 3 كنا حاطين ايه 4 ولا 9 تذكروا الو اذا ساين انفرس شو عندي هون اكس اوفر روت اوف 3 حط لك الروت اوف 3 بس حتى ايه يعني يشوف مدى الدقة عندك في الشغل ما أكثر من هيك نيجي الآن الساين ما هو الساين الأوبزيت على الهابيتينس صح هذا أكس بعدين الأدجسنت على الهابيتينس إذن هذا روت أوف 3 ماينس أكس سكويرد بلس ثابت لو تركتهم هيك صح لو حبيت والله نتفلسف شوي ندخله هذا جوا بيمشي الحال إذا حيكون لدينا الآن 3 over 2 ماشي sin inverse
الx over root of 3 نجي الآن root of 3 times itself 3 في a في النوميريتور حيطلع عندي minus half mean x root of 3 minus x squared. Is it clear? Clear. إذن هذا حليمة على السبورة ولا لا يا أخوان؟ كلكم جاوبوني بأمانة. ألا حليمة. اللهم شو هو؟ بدأ ما يكون 3 حطينا كنا 9 أو 4 ماشي أو 16 أو whatever. إيه؟ هذا perfect square. صحيح يا أخوان؟ نجي هذا 9 10. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام. الشطار كلهم الآن من هون هم حيشتغلوا، ما أنا شو بنساوي هون؟ لأن الطرفين والله الله 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 هناخد لأن الطرفين ممتاز جدا، عم تظهر المواهب بشكل جميل جدا، أنا مبسوط. لأن واي شو بيساوي؟ تظهر إذا لأن هي بالألوان حتى بس أنا بوضح لكم ما أكثر من هيك. السبق اشتغلنا مثله كوساين x هذا x هذا a بدي y داشها وليس النهاية، ديروا بالكم لحد يشرد بخه لبعيد. هو إذا هذا حيكون عندي هون شو بيساوي؟ بيساوي x في ln بين قوسين كوساين x. clear. الآن نشتق، مشتق مين؟ ln y شو هو؟ y داش على y على y. هذا شو بيساوي؟ مشتق الأول 1، في الثاني لين كوساين اكس، بعدين زائد الاول مشتق الثاني شو هو يا شباب؟ نيجاتيف ساين اكس يا اخوان لو سمحتوا ممكن والله تحطوا لي المايكات اللي عندكم كلها اوف لو سمحتوا، خلي الليدرز بس وخلي فيصل معانا. إذن أنا أريد y داش، ما أريد y. إذن y برايم شو بيساوي؟ هو ال y، شو هو ال y ابني؟ هو كوساين مين؟ كوساين x، هذا كله exponent x، فتحنا قوسين وشو إنه هون؟ لن بين قوسين كوساين x minus x، إذن هذا minus بوست باي نيجاتيف نيجاتيف sin x over cosine x tan x. يا سلام، بس وصلى الله بارك. صعب شيء؟ لا سهل دكتور، بس التبسيطات الأخيرة هذه لو كتبتها مثلا sin x over cosine x زي كذا نسيتها، هل هذه أنقص عليها؟ لازم أبسطها لأبسط صورة. حبيبي يا صديقي يا يوسف، ليش متوتر وخايف وما عندك يعني شايف الثقة بنفسك شوي بدأت بدأت تخف شوي، بلشنا الاختبار والتوتر بقى يظهر كتير. عمو ما بده شيء، سين أوفر كوساين شو هو؟ لا لا مزبوط مزبوط سهلة، بس نسيتها لو صار لو نسيت إني أكتبها ونسيتها، بس هل تنقص عليها؟ إن شاء الله ما بتنسى شيء ما بينقصك شيء. اهدأ يا يوسف، ألا بالذكر الله تطمئن القلوب، ارجع عيد حلون بهدوء بهدوء، لا تكون مضطرب. لغاية الآن في شيء نحن عم نحله هون ما حلينا على السبورة؟ لا لا طيب. طيب نجي يا أصدقائي الحلوين، هات نشوف والله. هلا 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 هلا، يا سلام يا سلام يا سلام. شو هذا التمرين؟ هذا فركش. هذا شو بدنا فركش على هذه؟ هات نشوف. إذا حناخد الدكتور شوفوا شوفوا هذا الشغل اشتغلنا. طيب لاحظوا هذا X، لاحظوا 7X plus 10 هذا x plus 1 وهذا شو عندي هون؟ x squared minus لاحظوا minus 4 اها هذا minus 4 يساوي الصفر؟ نعم، وهذا يساوي الصفر. إذا بما أنه هذا الصفر إذا إيه نحلله ماشي؟ بيطلع عندي تقولي هلا هون هذا x plus 1 صح؟ هذا x minus 2 في x minus 2. اوكي فريندز، اذا لاحظوا بالهايلايت كونوا هذا ايه من درجه ثانيه لكنه بيساوي الصفر، لو كان بلس 4 ما فيني احلله صح، وحلينا نحن مثل هالحاله هذه صح يا اخوان ولا لا؟ شوفوا عنكم صح الى مضروب صح. جميع الاقواس
غير مكررة لأن من الدرجة الأولى القوس من الدرجة الأولى ما بداخل الأقواس أيضا من A first degree. إذا شو عندي هنا 3x عفوا أنا آسف 7x 7x plus mean plus 10. إذا هذا A بنعمل له هون partial fraction أنفركشها ماشي شو بيطلع عندي كم fraction 3 the first one نعم وهذا x plus 2 وهذا x minus 2 هذا من درجة الأولى إذا بسطه ثابت بسطه ثابت بنفس الأسلوب بسطه ثابت هذا كلام حكيناه سابقا هي الخطوة الأولى الخطوة الثانية أخوان شو إننا نحن هون موحد المقامات نحن نقوم نحن بحركة بهلوانية نضرب طرفين مساواة المقام نفسه الـ LCD عندي ما هو الـ x plus 1 في x plus 2 في x minus 2 فأحصل عندئذين على ماي الطرف الأيسر بيبقى منه مين؟ نوميريتور اللي هو 7x بلس 10 هالكلام صح أم لا يا أخوان؟ ده كله حكينا بعدين قسم لي هذا على x بلس 1 شو يطلع عندي المتبقي ما هو؟ x بلس 2 times x minus 2 بلس b قسم لي هذا على x بلس 2 يطلع المتبقي x بلس 1 في x minus 2 بلس آخر واحد C X بلس 1 X بلس 2 الآن بدي شوف مين بدي شوف قيم الـ A والB والC صحيح يا أخوان؟ صح إذا لاحظ هذه الأقواس لها جذور إذا لما X بيساوي مين جذر الأول شو هو؟ سالب 1 نيجاتيف 1 وبعوض طرفين مساواة مكان كل X نيجاتيف 1 نيجاتيف 7 نيجاتيف 7 بلس 10 يطلع عندي 3 صح؟ هذا شو بيطلع عندي؟ هذا 0 وهذا 0 ماينس 1 بلس 2 إذن 1 ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 تايمز 1 ماينس 3 إذن ماينس 3A صحيح أخوان؟ بلس 0 بلس 0 إذن الـ A شو بيساوي؟ سالب 1 ماينس 1 نيجاتيف 1 أو ماينس 1 وانتهينا اللي بعده بنفس الأسلوب بسيط جدا x شو بيساوي نيجاتيف 2 فعندئذ حيكون لدينا في left side نيجاتيف 14 بلس 10 نيجاتيف 4 ماينس 4 إذن هذا شو بيساوي هذا 0 صح لاحظوا وهذا 0 تمام شو بيطلع عندي الآن لاحظوا هون ماينس 2 بلس 1 ماينس 1 ماينس 2 ماينس 2 ماينس 4 تايمز ماينس 1 إذن 4 صحيح يا أخوان؟ صح إذن البي البي بيساوي نيجاتيف 1 لغاية الآن في أي مشاكل؟ هاي نيجاتيف 1 نجي آخر واحد X شو بيساوي يا شباب؟ بيساوي positive 2 positive 2 أيوة فيكون لدينا عند إذن 14 plus 10 24 equals هذا 0 صح؟ لازم يشوف الله برضو اللي جنب زيرو البي لحظة شوي إذن هذا زيرو وهذا زيرو نجي نحسب السي إذن زيرو بلس زيرو بلس بعدين لازم شباب 2 زائد 1 3 و 2 زائد 2 4 4 في 3 كم 12 إذن سي شو بيساوي إيكوالس 2 في مشاكل وآي يصبح بالشكل التالي ما هو الA؟ نيجاتيف 1 out of the integral 1 over x plus 1 dx والB كام؟ نيجاتيف 1 out of 1 over x plus 2 dx plus 2 1 over x minus 2 dx then هذا شو بيساوي؟ نيجاتيف لأن المقام x plus 1 absolute denominator minus ln absolute denominator صح plus 2 ln x minus 2 نتركه هيك plus mean plus ثابت انها ثابت حنحطه a k ليه لانه السي استخدمناها صح صح هالكلام لا الكلام اللي اشتغلناه هذا ما مشتغلين مثله نحن يا اخوان سابقا الله خلصنا إذا خلصنا منه ورقم واحد هذا إنه خلاص
هذا رقم واحد ما راح حلو. أنا هون عمل كنت نسختين خلاص ما في داعي نسخة ثانية خلصنا من هذا. إذا هيوصلكم إن شاء الله بعمل له سكان ماشي بعطي لكم إياه. هذا مين؟ هذا اللي حكينا عنه هذا هو شفتوه. هذا اختبار مين؟ اختبار 4142 كلير دكتور كلير. طيب نجي سؤال خمسة. سؤال خمسة بحلك يا لحالي وبعت لك هاش الحال. أوكي طيب نجي الآن نأخذ سؤال آخر حتى ما نضيع وقت كثير. إذا خلصنا من هذا عشان خلصنا من هذا أوكي. مرحبا عندي مين؟ ثواني 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 إذا هذا قضينا منه خلاص ماشي. نأخذ مين؟ نأخذ هذا الاختبار. إذا هذا يا شباب دن خلاص. في أي مشاكل؟ لا تكرار. أنا عم أحكي معكم في أي مشاكل؟ لا 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 كله واضح يا أخوان يا أخوان. نحن حلينا مثله في الامتحان في على السبورة أم لا؟ إلا صحيح. إلا حلينا غير. ما ورم ما يكون نفسه. هذا واحد. اثنين. هل شفتوا أي صعوبة أثناء الحل؟ شيء معقد؟ لا. ليش الاضطراب وعندما استيقظ والتوتر الزائد؟ ومالك عم يحكي معكم بهدوء وخطوة خطوة. هنأخذ مين؟ هنأخذ مارش 2021 ماشي. فصل الدراسي الثاني اللي عامل بي اللي فات ماشي. إذا خلصنا منه حبعت لكم إياه هذا وطعجنا. وهذا أنا عندي إياه الآن شفتوا يا أخوان هذا هو. alright لسه في عندي اختبارين هذا واحد منهم. مرحبا شايفينه؟ شفتوه؟ اي واضح. هذا شو عندي هون؟ midterm exam on 06 هذا مين؟ 120 دقيقة هذا ايه؟ مارش 2021 صح؟ second semester 42 alright مرحبا. تعني اشوف الله انا هون بدي اخذ ورق من عندي وحاول مين؟ حاول حل كل سؤال لحال. هات لشوف ركزوا معي ما بدي هالتوتر. لا توتروا حالكم ولا توتروا غيركم ماشي. مرحبا. السؤال الأول مرحبا. Use Simpson's rule with n equals 4 to approximate من 0 إلى 4 ال f of x شو هي يا أخوان؟ root of 8 plus x cube dx. هل يحتاج مالك يحلوا هذا؟ قلوا لي بالله عليكم. لا واضح. سكشن 4 منقسم مين على 3n صح يا اخوان؟ اذا b minus a over n اللي هو دلتا x على 3. هذا اللي عم طريقه نتبعها نحن في سيمسون في المقرر 106. طيب اذا انا رقم واحد هذا فيو سيمسون مرحبا. مرحبا. ايفالويت ذا انتجرال. انا بصراحه بدي اخذ منكم انتم حلوين تعرفوا والله ايه. مرحبا. ناخذ مين وينه هذا؟ اذا اكزام مين؟ اكزام ذا ميد ميد تيرم اكزام ماشي. هذا ايه؟ هذا مارش ماشي. مارش 2021 خط من جميل لكن ايه مقروء. نجي الآن question mean question one الفقرة B شو اللي هون evaluate the integral. شو الانتجرال عندي يا أخوان؟ لاحظوا عندي هون ex ln ex plus one. أنا ما راح حل حالي يا شباب انتوا أعطوني أفكار من عندكم. ناخذ U du لحظة عم أهلكم الله يرضى عليكم. ها نجي dx
شو هذا؟ أنا ما عم أفهم شو دي يو 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 هيك طلع عندي الكلام. أيوة مرحبا مرحبا. طيب أنا راح أحطه بشكل التالي، هحطه كده لن EX plus 1 صح؟ ألو هلا EX EX على مين؟ على EX plus 1. مين بدي يحكي معي؟ إلا ناخذ يو دكتور EOS X زايد 1. طيب الآن بدي كامل لين، شلون من كامل دال الالجوريثمية؟ شو تكامل لين يو؟ اللين باي بارتس. ايش؟ اللين باي بارتس. ايوه الباي بارتس في حفلة الباي بارتس، شو إن احنا بنحجز اليو والفي لحفلة الباي بارتس صح؟ ناخذ احنا ايه؟ ناخذ تي هيك الكار تي. شو بيساوي؟ بيساوي اي اكس شام اظرفك بلس 1 صح؟ صح. ويكون لدينا عندها اذا اكتبوا لي هلا هون، يكون لدينا اذا دي تي شو هو؟ هو EX DX. clear clear ويصبح I يساوي إلى تقولي الآن شباب لين T over T DT clear clear. هذا A by mean by parts. من هو اليو؟ لن والديو شو بيساوي؟ دي تي الواحد على تي دي تي صح؟ نجي الآن هذا باي بارتس؟ لا دكتور لا عمو ممكن تهدأ شوي، هذا باي بارتس؟ أنا ما شايفه باي بارتس ولا أنا يا دكتور. ما يسمى يو ديو يقدر يو دي يو. يا سلام يا سلام يا سلام. سير لن اكس زائد واحد تربيع. هذا ليس باي بارتس، هذا كلام ما صحيح ما صحيح، هذا ليس باي بارتس بصراحة. ماشي إذن هذا ليس باي بارتس. وانا شو نقول الآن؟ احنا شو بنقول؟ بنقول اليو شو هو؟ ولن مين؟ لن تي كله. ودي يو شو بيساوي؟ يساوي dt over t صح؟ ويصبح i شو بيساوي؟ يساوي u du صح يا اخوان؟ دكتور يقول لي هون روح علي شوي عمي، روح علي شوي لو سمحت الله يرضى عليك. ماشي هذا شو بيساوي؟ نصف u squared plus 7. هذا شو بيساوي؟ I يساوي نصف من هو اليو؟ هو لين صح؟ إذا لين T صح؟ ومن هي T؟ إنه لين E أس X بلس 1 وهذا كله سكوارد صح يا أخوان؟ بلس 7 أي صح. ما كان بإمكاننا نحن في البداية بدون ما نأخذ A by substitutions A by substitution two steps مرة واحدة or لاحظ من البداية أنا شو بفرض؟ بفرض مين؟ بفرض اليو شو بيساوي صح ابني؟ حبيب هفرض مين؟ هفرض اليو شو بيساوي؟ بيساوي لن ال اي اكس بلس 1. الديو شو بيساوي؟ عندي هون لاحظ هذا شو بيساوي؟ مشتقة المقدار على المقدار صح؟ في دي اكس كلير؟ الو اي واضح اي. هذا شو بيساوي؟ بيساوي يو ديو. هذا شو بيساوي مباشره؟ نصف يو سكوارد. لا سهل اسهل يطلع لي نصف من هو اليو؟ ان لين اكس لين عفوا اي اكس بلس 1 هذا كله سكوارد يا ابني. ماشي بلس مين؟ بلس 7. اذا هذا صحيح نعم، لكن هذا ايه افضل لو جينا ايه فرضنا اليو مباشرة، اذا هذا ليس باي بارتس يا اخوان. واضح يا شباب؟ عند الدالة مشتقة صح، هي الدالة وهي مشتقة 1 over t. clear friends؟ واضح.
طيب إذا خلصنا من الورقة الأولى، الورقة الأولى نجي الآن شو لسه عندي مثال آخر. مين كان بدي يسألني الأخ عم قال لي كان يحكي معي قلت له بس والله ما راح جاوبك بس خليني أخلص. في أي سؤال يا أخوان؟ لا واضح. طيب I hope so. نجي إذا هذا خلصنا منه. السؤال بعده مرحبا شو عنده هون؟ إذا الفقرة C question 1 كم اللي هون y equals 1 plus x squared 2x point x plus 1 هذا اشتغلنا منه شوي صح؟ شو بده هون؟ شو يريد؟ y prime صح؟ إذا ناخد لنا الطرفين هذا شو بيساوي؟ بيساوي لين 1 plus x squared x point 2x plus 1 هذا شو بيساوي؟ 2x plus 1 times ln 1 plus x squared. لغاية الآن في مشاكل هذا ln y. أنا شو مشتغل؟ لاحظتوا من شوي إيه؟ جاب لي حاجة زي كده بيشبهوا بعض. y prime over y مشتغل الأول 2 في الثاني ln 1 plus x squared. بلس الأول 2x plus 1 مشتقة لين مقدار مشتقة المقدار على نفسه. يا يوسف يا صديقي هلا هلا والله هم ما في داعي بسط تركهم زي ما هم ما تبسط ولا تضرب ولا شيء زي ما هم كده تركهم فيطلع عندك y برايم شو بيساوي يا صديقي 1 plus x squared my friend x point 2x plus 1 افتح قوسين 2 دزلوا هذون زي ما هم تماما بسط ولا بطخ ما في داعي تعمل شيء. إذا لين 1 بلس x سكواد ولا تتوتر ولا شيء بلس أهو زي ما هم حكتبهم كده x بلس 1 times 2x على 1 بلس x سكواد وصلى الله بارك. أوكي يا أخوان تمام تمام يا دكتور. هذه الورقة مين؟ نمبر 2 نمبر 2 نجي حتى ما نخربط بينات نجي سؤال بعده. هلا 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 مرحبا هذا مين؟ question 2 انا بدي الافكار من عندكم انا بصراحه ما حل شيء. question 2 الفقره A شام قال لي integral من هو هذا يا اخوان 2 exponent x dx اعتقد مفروض A تنتبهوا root of منو 4 minus 4 exponent x. هلا هلا مين بدي يحكي معي؟ 2x على 2 مين بيحكي 2x to the power x to the power 2 ممكن والله تعرفوني بحالكم اللي بدي يحكي انا ما شايفكم لانه حضوريه اللي انا فلان الفلاني انا عندي الفكره نعمل هيك نسوي هيك واضح تفضلوا اوكي مين معي نزال تبي يا دكتور انا اخوي نزال انا صديقي هلا هيك شوف هذا شو هذا 4 صح انا علموني اياه هذا exponent 2 minus هذا 4 exponent to the x, the power 2 to the power x وهذا كله square صح الان افرض مين يو افرض 2 to the power x هذا كم هو اليو صح ولا تي بدك يا whatever تي حسمي تي ما هو 2 to the power x نجي الان دي تي شو بيساوي يا صديقي؟ هو نفسه صح؟ 2x على 2 في لين 2 صح؟ في دي اكس انا لين 2 هم عندي اذا مقسم طرفين مساواة على لين 2 صح كلامي؟ بيكون عندي هون 1 over لين 2 دي تي بيساوي 2 exponent x دي اكس الان شو بيقول يا صديقي هون؟ اي شو بيساوي؟ I بيساوي 1 over ln 2 by substitution أنا ما مخترع شيء إطلاقا بس اللهم حكتب على صيغة مين du عفوا أنا آسف إن تي ولا سيو alright هذا تي بعدين منظبط الأمور root of mean 2 squared minus t squared هذا شو بيساوي يا نزال هذا يا دكتور هذا شو بيساوي يا حبيبي sin inverse الله 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 الله
ساين مين ساين انفرس بدأت المواهب تظهر ها 2 over t t over 2 عفوا بلس مين بلس ثابت إذا 1 over مين 1 over لين 2 ساين انفرس منو إذا هذا 2 exponent x over 2 بلس ثابت مبسط ما مبسط مشان يوسف ما يبسط ما بيمشي الحال لو حبينا نبسط شو منقول هذا 1 over لين 2 هذا ساين مين هذا شو بيقول يا سلام يا سلام على العبقرية ها بلس ثابت بس وصلى الله وبارك في مشاكل لا واضح 1 2 3 انا عم حل امامكم لايف عم ايه والله انا ما سبق حليته مره ثانيه لا انا اول مره بحله لهذا امامكم لايف هات لنا نشوف بس ايه مرحبا الله 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 شو هاد نعم ناخذ هذه تريكومتريك والله انا ما بعرف ما حافظهم هاي شو بيساوي تكامل نجي الآن أيوة لا طولوا بالكم يرضى عليك هذا من هو لا أبدا كوساين إنفرس يا عيني عليك مين قال كوساين إنفرس مين عمر الصالح مين عمر الصالح هلا أنت ما أي مجموعة يا عمر مجموعة المنجي يوم الأربعاء أي. إذن هذا x exponent 10 minus 1 شباب أنا علموني أحفظ A تحت الجذور في تربيع صح ولا لا صح. ألو صح. طيب هذا تربيع مين يا أخوان x to the power 5 to the power 2 صح طيب ومنيجي وهذا كم x exponent 4 dx إذن هيكون مين عندي هون؟ هذا هو اليو هالمرة هنسميه شو مشتقته؟ أو تفاضله؟ لاحظ 5 x exponent 4 صح؟ بس ما في عندي 5 بضرب بخمسة صح؟ وبقسم على 5 clear؟ وشو بقوله أنا والله هون؟ إذن اليو شو بيساوي؟ x exponent 5 and then ديو شو بيساوي يا حبايب؟ بيساوي 5 5 exponent x to the power 4 dx and then I substitution is actually 1 fifth هذا A أصلا شوف الله du over mean u squared minus 1 هذا مين هو يا أخوان كوشان sin h صح من هو اليو صح للثابت إذا 1 fifth هذا من هو كوسينش انفرس من هو شو عندنا اليوم x exponent 5 بلس ثابت استحلفكم بالله في اي صعوبه لا واضح دكتور طيب اي هوب سو هذا شو كان عندي 3 هذا 4 انا حريص اعمل كل تمرين بورقه هيك افضل لي ما بدي ان كومباكت اورايت هذا 4 5 الله 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 اللي كان عم يحكي من شوي ماشي الفقرة سي إذا question 2 الفقرة سي مرحبا dx هذا dx هذا x root of 1 minus والله هذا مر علينا من شوي صح اللي هو x الثلاثة هذا مين x exponent 6 صح ايه هذا طيب اطلع ستش شو منقله لحظة ها هنقله دي اكس نحط دي اكس هنقله root of 1 minus هذا x exponent to the power 6 هو تربيع مين ثلاثة ايوة ثلاثة صح اذا هلأ لو افترضنا انه هذا يا الحبيب اللي قال لي x ثلاثة صح لو فرضناها U أو T فالدفرنشيشن حقها شو بيطلع عندي 3X squared نضرب X تربيع بالطرفين يا دكتور
طول بالك يا الحبيب، نضرب اكس سكوارد فوق اكس سكوارد تحت، صح؟ ماشي. وهذا 1 ثيرد هنا، كلير. وعندي اكس هون، صح؟ شو صار عندي؟ الو ايش انفيرس لك؟ طولوا بالكم. 1 اوفر 3 بسم الله عليكم. هذا شو عندي هون؟ دي يو over u صح؟ root of mean root of 1 minus u squared، حيث اليو ما هو؟ هو x cube، ويعطيني du شو بيساوي؟ 3x squared dx، صح يا أخوان؟ إذن هذا كله من هو؟ x cube، صح؟ تمام؟ recording stopped. وهذا من هو يا أخوان؟ يا دكتور ترى التسجيل فصل عند فصل، وقف التسجيل الحين ورجعت انت الهوست. رجع سجل من جديد، ايش بك من جديد؟ يلا انت الهوست الحين، انت الهوست، ما ما هو بمع اي احد. كيف حطيتك هوست؟ انا ما خلص، ما عندي شيء. انا مو فيصل، فيصل فصل عنده، فيصل فصل طلع. انا مو فيصل، انا اعطيته لفيصل، صح؟ ايه فيصل فصل عند النت، فرجع لك الهوست. لا حول ولا قوة الا بالله. فيصل الغامدي موجود؟ لا انا يزيد حسن بس انا قاعد اسجل محاضرة يعني. يا اخي كيف انا ما اعطيت الهوست لفيصل؟ ايه بس فصل عليه النت يا دكتور، يا فصل عن النت وانا انقطع عنده فطردوه وصرت أنت رجعت الهوست. متى الآن؟ إيه قبل شوي طلع اللي هو قبل دقيقة، قبل الآن، الآن قبل شوي. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شو المطلوب مني الآن يا دكتور؟ في ناس تسجل، ما عليه أكمل شر. في ناس عم تسجل؟ أي نعم، حتى لو ما كان عنده هوست عم يسجل بطريقته الخاصة يعني؟ اي عادي، يصور الشاشة في زي كذا، يسجل الشاشة. طيب خير ان شاء الله. عم يسجل فيديو قصدي، كمقطع فيديو. اي نعم، مقطع فيديو. طيب بس انا هذا عشانكم، ما عشان ما فرق معي، بس عم لك انا كيف انه طلع؟ فقلتوا لي انه والله فصل عنده النت. انا طردته، ما طردته انا، لا هو جزكم. ايه طيب فينه يدخل مرة تانية وبيكون هوست. آه قاعد يدخل، هو قاعد يدخل. أنا حتى لو دخل ما راح يكون هوست، لازم أنت تعطي الهوست. لا ليس بالضرورة. آه دكتور. تفضل. المعذرة يعني، بس إنه التسجيل عندي قطع على السؤال هذا، ما هو بالضبط توه الحين. لا أرجع مرة ثانية. question two الفقرة C، هي الفقرة C. dx over x root 1 minus x exponent 6. أقصد إذا دكتور تبي أكمل التسجيل ترجع لي الهوست بس. ما 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 الهوست تلغى من عندك أنت؟ إيه لأنه انقطع عندي وأنت تشرح دكتور. يعني فك الموبايل عملية معقدة لما يطلع عندي، لحظة. ما يحتاج، خلاص دكتور. لحظة لحظة شوي بحريش. وينه فيصل الغامدي؟ make host. do you want to change the host to فيصل الغامدي؟ ما أنت كنت فيصل الغامدي لك يا أبدي، يعني عم يسألني هذا السؤال. طيب ها لحظة شوي، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف الورقة مضبوطة والفوكس مضبوط شباب؟ ايه تمام كويس كويس. هيك كنا بنزلها شوي. لا لا واضح، لا لا واضح. حاجة مرة ثانية، find the indefinite integral اللي هو mean dx over x root 1 minus x to the power 6. ماشي، انا دائما اللي بعرفه تحت الجذر المفروض كنا عندي إيه عدد التربيع ماينس حاجة للتربيع، صح؟ الـ x exponent 6 استطعت أن يكتبه مين؟ على شكل x cube squared، واضح هذي؟ دكتور انطردتني، ما أعطيتني هوست.
لك شو هالحكي؟ اي والله طلعتني لك يا رجل، ما هو صحيح هالحكي يا اخي، الله يرضى عليك. طيب ما مشكله خلاص، اعطاني لوست. الله يصدق ان الحكي ما صحيح اهو. فيصل بفصل غامبي ميك هوست، دو يو وونت تو تشينج ذا هوست تو فيصل غامبي؟ يس. اي كذا خلاص الحين اقدر اسجل. لا لا ابدي، انا اول شيء والله نفس الحركه عملتها يعني، تاخذني انا اتقن هذا الشيء. معليش يا دكتور، الموضوع خطا عادي يا دكتور، ما صار شيء ولا يهمكم. نرجع البتاع مره ثانيه. كيف الورقة؟ recording in progress. تمام؟ إيه تمام واضح هذيك. الآن إذا x to the power 6 is an x cube squared، صح؟ إذا فرضنا هذا u هو المين، هو x cube، صح يا شباب؟ هذا فرضنا u. عند إذن الديو شو بيساوي؟ 3x squared. إذا 3x squared شو عملت فيه أنا؟ هو جيت والله أنا عملت إيه، ضربته في البسط والمقام. وين البسط والمقام؟ هل في النوميريتر 3x سكوارد، في النوميريتر x سكوارد، وهذا a 1 over 3 برا، صح يا أخوان؟ أصبح عندي x سكوارد times x، هذا x كيوب، وأصبح عندي الآن لو عملنا سويتش 1/3 du over u root 1 minus u سكوارد. شباب قولوا لي شوف الله هذا شو بيساوي هذا؟ هذا سيش انفرس. انفرس بدون سالب بدون شيء اكيد. لا ماينس دكتور، ماينس ماينس. طيب هيطلع عندي مين؟ اليو، عفوا اليو بلس كونستانت، اذا نيجاتيف 1/3 ساش ساش انفرس من هو اليو؟ اكس كيو بلس ثابت. استحفظكم بالله، هل الافكار هذه صعبه شيء؟ ما مرت علينا يا دكتور. لا 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 دكتور، يا دكتور في مشاكل؟ ايه دكتور، الحين مو بنحط القيمه المطلقه على الاكس تكعيب، حتى بدون قيمه مطلقه ممكن، مع قيمه مطلقه بصير، بس لو بدون قيمه مطلقه بصير اي عادي. نعم طيب شو لسه كمان عندي؟ الله 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 الله، ما تقولي ما شفتوها هذه، ما تقولي ما شفتوها، مرحبا. شو عندي هون؟ شوفوني بالله. question mean question 3 الفقرة A compute limit. مرحبا دكتور، هذا ورقة شوي رفعنا الورقة كتير، ما شوي ها. 1 plus 3x exponent كم؟ 1 over x x approach to infinity، صحيح يا اخوان؟ طيب صح. فضل اليوم حلينا مثله، وحلينا في الفصل مثله، حلينا اونلاين بركه عندي حصه اونلاين، حلينا مثله اكثر من سؤال، مثله مثله تماما. هذا شو بيساوي؟ ليميت نقلوني اما على نهايه او زيرو where x approach to infinity، هذا كم؟ 1 over x، صح؟ ما لا نهاية، عفوا هذا كم؟ ما لا نهاية والزيرو، صح؟ إذن هذا 1 إذن هذا كم؟ ما لا نهاية exponent 0، صح؟ إذن شو بنعمل هلأ هون؟ شو بنقول؟ y شو بيساوي؟ y بيساوي إلى، تقولوا يا شباب هون 1 plus 3x exponent 1 over x، صح؟ يعني ناخذ مين لين الطرفين اهو. شو القلم التعبان هذا؟ لين y، وهذا شو هون عندي لين، تمام؟ وهذا شو بيعمل فيه عندي؟ اذا شو بيطلع عندي؟ بيطلع عندي لين 1 plus 3x over مين؟ over x، تمام يا اخوان؟ الان حناخذ ليمت مين؟ ليمت الطرفين، لما x approach to infinity لمين؟ للين y، هذا شو بيساوي؟ ليمت
شو عندي هون؟ لين 1 بلس 3x over mean over x where x approach to infinity. اخوان شو بيطلع عندي هون؟ infinity over infinity. صح؟ اي صح. هذا هون اوربيتال رول. هذا شو بيعطيني؟ ليميت. هذا ليميت. نجي شباب، مشتقة المقام واحد، مشتقة الباسط، مشتقة المقدار، صح؟ ثلاثة هذا المقدار نفسه. هلا 1 بلس 3x ما في شيء هنا. نجي الآن هشيله بعدين اعمل الكوركتر. لما x approach to where to infinity هيطلع عندي باسط على مقام يسعى الى انفينيتي كم بيساوي؟ بيساوي صفر، صح ولا لا؟ صح. إذن ليميت هذا الواي شو بيساوي؟ اي اس هذا الصفر كم بيطلع عندي؟ بيطلع عندي واحد لما الاكس ابروش تو انفينيتي. واضح يا اخوان؟ واضح واضح. طيب ممتاز واضح. ممتاز ممتاز جدا. يعني دكتور صفر. عدد على ما لا نهايه صفر، صح؟ هذا حكيناه المره الماضيه. ماشي، حبعت لكم اياها القائمه كلها، صور لكم اياها بعد لكم اياها. دكتور ما ينفع تسوي حركه اللي سويناها اول حقه الحاله الخاصه اللي تسوي؟ لا ما ينفع هذاك، لانه النابير شو كان تعريف النابير؟ لحظه اعرفكم اياه لحظه. اذا هذا هون حامل، والله يسمحوا لي اسمحوا لي انا هون حتى ما نوقع بالخطأ هذاك. نابير شو تعريفه؟ نابير تعريفه هو limit 1 plus 1 over x exponent x where the x approach to infinity. هذا شو بيطلع عندي؟ 1 exponent infinity من الشكل هذا. واضح ولا لا؟ واضح. بينما هذا لاحظوا 1 بلس 3x 1 بلس انفينيتي انفينيتي 1 اوفر x where x approach to infinity بسط على مقام approach to infinity is in 0، صح؟ صحيح. ايوه ضحت ضحت دكتور. تمام يا اخوان. طيب نجي اللي بعده. اذا هذا question 2 الفقره سي، ما مطولين كثير راح نخلص هذا الورقه 5 الورقه 6. انا معكم لغايه بس تقولوا بس هاي رقم 6 شو عندي الفقرة. لحظة شوي. question 3 شو عم يقول لي؟ question 3 الفقرة B evaluate the integral. يا سلام. sine 4x dx. أمس في أحد الشعب بعت لي إنه والله أنا جربت هيك وما مشي الحال وبعرف إيش هذا، شلون بنحله يا شباب؟ باي باركس. باي باركس. يا سلام. باي باركس. تعني شو الله شلون بنحل باي باركس؟ إذا من هو اليوم؟ ساين فور اكس. ساين فور اكس. ليش؟ وإنها إن هذا الإي وهذا من هو وهذا التي، صح؟ إذا الديو شو بيساوي؟ بيساوي فور كوساين 4x. لغاية الآن في أي مشاكل؟ لا واضح. كوما كوما dv شو بيساوي؟ e to the power x dx. انتجرال حقه شو بيساوي؟ ex. clear. u times v minus تكامل v du. إذا الأخ اللي بعت لي السؤال حضران معنا الآن، أنا عم جاوبه هون لايف، ماشي؟ هذا شو بيساوي؟ بيساوي EX sine 4X minus 4 EX cosine 4X. هذا شباب كيف نحلو هذا؟ أيضا by parts. by parts. هذا مين repeated هذه، صح؟ إذا U بنفس الأسلوب يا أبني، نفس الأسلوب cosine منو؟ وساين 4x. الديو شو بيساوي؟ نيجاتيف 4
ساين 4x صح كلامي دي اكس لغايه الان في مشاكل لا واضح والدي في ما تبقى اي تو ذا باور اكس دي اكس الفي شو بيساوي اي اكس صح يو تايمز في ماينس تكامل في دي هو منعوضه صح ويكون لدينا اي شو هو الاي هو اي تو ذا باور اكس ساين 4x ماينس 4 فتحنا قوسين يو تايمز الورقه بس رفعها شوي ولا يهمك ها رفعناها كثير كمان ها تكامل مين فيديو alright هذا فيديو نجي الآن تعال نشوف والله e to the power x sine 4x minus 4 فتحنا قوسين هاد في هاد إذا e x cosine ال x cosine 4x sorry minus negative by negative إذا positive 4 صحيح أخوان e x sine 4x هاي ترجعها الآية دكتور صح أيوة. إذن هذا هو لوب هذا الدكتور ماشي هذا الآي نفسه صح؟ إذن هذا من هو؟ هذا نفسه ويصبح عنده إذن I A في الليفت بيساوي E to the power X sine X sine 4X sorry minus 4 E to the power X cosine 4x minus 16i. 16i. Shift to left side 17. I equals e to the power x phi sine 4x. طلعتوا as common. Minus mean minus 4 cosine 4x. صح؟ هذا 4x. تقسم على 17 إذن I شو بيساوي 1 over 17 إذن هذا هو ثابت بس الدكتور إذا جاني تكامل في sin أو cosine by parts أعرف أنه loop صح غالبا يقول loop فقط ET ET تمام ماشي تمام واضح إذا كان الأخ اللي بعت السؤال حاضر فأنا جاوبته الآن هو بعت لي نفس السؤال أنا استغربت إنه ما أعرف حله ليش وأنا أنا فرضت هيك وما مشي الحال طيب قدامكم أورايت مشي الحال وما مشي الحال أنا نمبر 6 خلصنا منه يلا بس والله سؤالين كم نخلص نحن نمبر 7 هذا نمبر 7 لا الورقة نمبر 7 أصلا نجي شو عندي هون شايفين السؤال يا أخوان أيوة شفتوه إذا question mean 3 session C نجي يا سلام بالله عليكم استحلفكم بالله بس استحلفكم بالله هل هذا الامتحان اختلف عن الامتحان اللي حليته من شوي اختلف كثير نفس الافكار لا طيب اللي خايف وقلقان متوتر وجاي ومش عارف ايه يعني ما بعرف ليش الكل التوتر يا شباب اذا كوساين من الكوساين حبه صح cosine to the power 5 of x sine to the power 4 of x يا سلام إذا شو عندي أنا هون عندي نفس الزاوية وساين كوساين أحدهما مي فردي فأنا هون كول فيس صح بأخذ منه مين بأخذ منه واحد أخذ من هذا واحد صح هيك إذا نشتغل سابقا فأي شو بيطلع عندي في داي يكملوا يا أخوان لا واضح سان اكسبوننت مين 4x وقلنا له هذا شو هون وهذا كوساين مين هذا كوساين هذا دي و اكس كوساين اكس صح دي اكس بس انا اخذ هذا منه واحد بوقف فوق راسه كده ماشي مستر فهمان وبيسال حاله بيساله انت الكوساين مشتقة اي دالة شو الدالة بيشتقة طلع عندي كوساين ساين ساين هو اذا بنكتب دالة الساين اذا الان بدي احول هذا الى ساين صح اخوان هذا ما له واحد حسنا كوساين تربيع باور تو ذا تو سكوارد صح
بس وهذا sin exponent 4 x وهذا ايه وسين ال x dx ال t بيساوي sin x dt شو بيصير عندي هلا وسين ال x dx then I شو بيساوي 1 minus t squared squared صح t exponent 4 dt لك والله هون اكمل لين الحليب زيه صح صح طيب صح باقي سؤال واحد لحظه جيب ورا هي ورا وين الشق الثاني من السؤال هذا الشق الثاني من السؤال شو بقول هلا هون شايفين ورقه يا اخوان Evaluate the integral. مين أول واحد هذا؟ إذن question three الفقرة A. شو مقول لي؟ Integral يا سلام. X cube يا سلام. X squared minus four dx. الله 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 الله. نعم. هذا دكتور سكتيتا. ما في غير هالحكي ما في غير هالحكي شو رايكم الان هلو بصير تمام يصير دكتور بيصير ما يصير يصير طيب نجي الآن إذا بس substitution هذا ممكن نحله بالtrigonometric substitution ممكن بس هذا أسهل صح ولا لا صح من هو اليو أو التي الاكستربي إذا لازم نشوف الله شو الاكستربي كيف الآن؟ كذا واضح هنفرض الجذر كله هذا سيكشن 2 ذكرت سيكشن 2 هذا شو بيساوي يساوي T يا أخي أنا فرضت ممكن تفرض بطريقتين يا أما ما تحت الجذر هو T أو الجذر كله هو T كلير 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 شوفوا ها إذن بدي أمر مين سكوير for both sides X squared minus 4 equals t squared صح بعدين دخل مستر مين مستر داش او مستر مين انها مستر دي يكون لدينا شو تفاضل x squared minus 4 مشتقته 2x dx صح هذا شو مشتقته يعطيني هون 2t dt صح الو اي صح صح يا دكتور وبالتالي x dx شو بيساوي t dt ما في داعي اضرب 2 واقسم على 2 صحيح نجي طيب اذا x squared minus 4 بيساوي t squared x squared شو بيساوي بيساوي t squared plus 4 switch تعمل switch substitution يعني زي substituting شو بيطلع عندي x squared شو هي t squared plus 4 صح والروت كله شو هو t وال x dx شو هو ال x dx اهو اللي هو t dt صح يا اخوان اي صح يا دكتور الهايلايت هتفهمني كتير اذا انا فرضت هذا كله كل الجزر كل الجزر كله اهو تي صح ربعتهن كتبت مين هل اكس تربيع هذه شفتوا ولا هذه الاكس تربيع هذا الاكس تربيع شو بيساوي من تي بعدين شو عندي كمان هذا الاكس دي اكس شفتوا هذا الاكس دي اكس شو بيساوي الاكس دي اكس تي دي تي صح كيف فضلت الطرفين
شو مشتقة الاكس تربيع؟ 2x في تفاضلها اذا في دي اكس، صح؟ وهذا 2t dt، 2 من الطرفين اذا قسمنا على 2 اصبح عندي x dx و t dt. الان هذا كم بيساوي؟ هذا بيساوي تكامل t squared plus 4 t squared dt. هذا كم يا اخوان؟ tx.4 plus 4t squared، صح؟ صح. نجي الآن كم اللي نشوف؟ tx.5 over 5 plus كم عندي هون؟ 4 over 3. مين عندي؟ t كيوب plus ثابت. من هو t؟ اللي هو الجذر، صح؟ إذا عبارة عن 1 over 5، انتبه لي هلا 1 over 5 صحيح؟ إذا عبارة عن مين؟ عبارة عن x squared minus 4 x.5 over 2 صح؟ plus 4 over 3 x squared minus 4 كم هذا؟ 3 over 2 plus c. لأن التي شو هو التي يا أخوان؟ التي هو عبارة عن جذر، لأن هذا أس نصف، صح؟ صح. تمام دكتور، عادي تحلها بالترايجنومتريك سبستيتيوشن. حلت الحالة يطلع غير. لا ما يطلع غير يا حبيب، يطلع نفسه ما شيء. لحظة بس شيء بالشاحن، لحظة راح يطفي الجوال عندي. أنا راح يطفي الجوال عندي بالشحن. إيه ثواني ثانية واحدة بس شيء. وين التيبل؟ لحظة ثواني بغرفة ثواني. يا الله ان شاء الله. الو، هلا دكتور، سامعيني انت صح؟ ايه سامعك. بس لحظه انا راح يطفي هذا، يعني انتبهت له والله. طيرت حتى الشاشه طيرت. لحظه ثواني بظبط مشان الكيبلز ما يضايقكم. مني في عندي باور بانك مشحون اوريدي. تمام يا اخوان؟ تمام يا حبيبين. اوكي بدي حل بالترميتريك سبستيتيوشن. حل لحالي وريني اياها. اورايت تمام ماشي. دائما مطلوب مني حل بالطريقه الاسهل. الاسهل 8 هذه 8 9 هي 9 اخر شيء. يا سلام هذه التسعة. شو بيقول لي؟ تكامل إذا لحظة شوي. question 3 الفقرة B. عفوان شوفي شايفينه؟ أقول حلها بالفريكشن. لا لسه ما كتبته يا حبيبي. لحظة شوي تكتب إن البرقة مضبوطة أو ما شايف البرقة مضبوطة. خليك معي. 2x squared minus 11x plus 9 على x cube minus 6x squared plus 9. يا سلام x dx. يا سلام. هل البسط مشتقة المقام؟ لا البسط والمقام polynomials. درجة البسط أقل من درجة المقام. نحكي بالعربيكة أهو 2x squared minus 11x plus 9 x cube minus 6x squared plus 9x. بيعمل مين؟ Factoring the denominator. What's come on؟ ناخذ الاكس عامل المشترك. كل لدينا x squared minus 6x plus 9. صح؟ صح. طيب. ضمن قوسين هذا تحليل مين هذا؟ شلون محلله؟
اكس ناقص 3 في اكس ناقص 3 شو يعني بس مضروبة في اكس اكس ناقص 3 سكواد ما شاء الله عليكم صح؟ اي صح وعد تكتب هيك في الامتحان اكس ناقص 3 في اكس ناقص 3 صح؟ هذا شو معناته؟ هذا اي قوس مكرر مرتين صح؟ يعني ثلاثة مقسم إلى ثلاثة كسرين جزئيين والأول بيعطيني كسر إذا بيعطيني 3 partial fractions الأول مقامه X, X. الثاني X minus 3 للتربيع هذا X minus 3 squared أو العكس تحط هذا الأول هذا الثاني بدك إياه هذا A وهذا B وهذا C ما تقلي من الدرجة الثانية هذا قوس مكرر ما بداخل من الدرجة الأولى صح؟ سبق حلينا لهذا صح خطوة البعض من واحد مقامات إن نحن نشتغل بطريقة بهلوانين نضرب طرفين مساواة بمي بX X minus 3 squared فأحصل عنده إذن بالليفت سايد هو النوميريتر صحيح أخوان 2X squared minus 11X plus 9 هذا شو بيساوي ابني قسم هذا على المقام الأول يعطيك A مضروب بX minus 3 squared plus B X في X minus 3 صح؟ plus C X صح الكلام؟ هذا صح شو أصفر المقام؟ أو شو أصفر الأقواس؟ X بيساوي 0 X ساوي 3 إذا بيعطيني 9 هذا الطرف الأيسر 9 بيجي الآن هذا كم؟ هذا 9 صح؟ صفر صح. minus 3 minus 3 squared 9a 9a equals 9 equals 9 is then a equals 1 صح؟ صح ولما x equals 3 شو بيعطيني؟ شوف الله مفهوم يا أخوان؟ إذن هذا 9 عفوا أنا أسف شو إنه نحن هون 3 squared 9 times 2 18 هون كم 3 18 minus double 3 كم بيطلع عندي 33 minus double 3 minus 33 كم يعني إذن plus 27 minus 6 صح ألو إيه صح إذن minus 6 واضح أخوان minus 6 هذا شو بيساوي لما x 3 هذا 0 هذا 0 صح؟ هذا شو بيطلع عندي؟ بيطلع عندي 3C إذن C شو بيساوي؟ minus 2 طيب شو بنطلع الـ B؟ شو إننا نحن هون قيمة اختيارية نعوض بأي قيمة ثم نعوض بالـ A والـ C قيمة مساعدة غير القيمتين اللي حصلنا اللي استخدمناها عوض هون بواحد مثلا صح؟ إذن شو بنسميها هذه؟ قيمة اختيارية مساعدة صح؟ هيك سنة نكتبه بالعربيكة كده ها مساعدة متى بنختار هذا يا أخوان لما يكون عندي هون في عندي A مجهولين في عندي مقام مكرر مرتين إذا أو قوس مكرر مرتين لو مكرر ثلاث مرات بدي أخذ قيمتين مساعدتين صح هذا بيعطيني هون لما X بيساوي الواحد انتبهوا لي قد إيه 2 و 9 11 ناقص 11 0 صح 2 ناقص 1 2 ناقص 3 ناقص 1 للتربيع 1 إذن A نجي لاحظ الآن شو عندي 1 ناقص 3 ناقص 2 في 1 ناقص 2 B تمام و بلس مين بلس C لاحظوا شباب إذن A شو بيساوي بيساوي 2B مطروحا منه C إذن A عفوا أنا آسف 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 مضاربة A يا دكتور خلاص خلاص يعني طلع قيمة B ماشي إذن B شو بيساوي إذن من هون هذا B شو بيساوي من عوض بالله مكان مين مكان الـ A والC شو بيساوي إذن 1 minus 2 B plus C minus 2 هذا بيعطيني مين هذا بيعطيني 1 minus 2 إذن بيعطيني الآن minus 2b minus 1 equals 0 إذن الb شو بيساوي 1 over 2 clear يا شباب دكتور الa مو ب
واحد ناقص ثلاثة اللي صار باثنين. ليه واحد؟ والسي ناقص اثنين صح؟ أقصد مضروبة في أربعة يعني تصير. أي أربعة لك ابني؟ أي أربعة يا حبيبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أتوقع يقصد يوم عوضت في واحد آخر قيمة يا دكتور. لا أنا بيجوز اللي غلطانه النعم. أنا غلطانه النعم. لا صح حبيبي. هنا هذا كم؟ هذا 2 بلس 9 إذن 11 ماينس 11 طلع عندي كم؟ طلع عندي 0. 1 ماينس 3 إنه ماينس 2 سكوارد إذن 4A. نعم هذا 4A. نجي أنا اللي تعبت والله صراحة. أنا فعلا تعبت. 1 1 ناقص 3 ناقص 2 بي إذن بلس مين؟ بلس سي في 1 هذا سي. نجي الآن نعوض فيطلع عندي هذا 4 مين؟ 4A إذن 4. 4 ماينس مين؟ ماينس 2 is 2 صح؟ إذن هذا بلس 2. إذن بي شو بيساوي؟ بي بيساوي الواحد. تمام يا أخوان؟ بيساوي الواحد. بس هذا هو. كلير؟ أي واضح. طلع عندي هم ماينس 2 بي بلس 2 إكوال 0. 2 بي إكوال 2 إذن البي إكوال 1. نعوض الآن آي شو بيساوي؟ الأي كام؟ واحد. إذا 1 over x dx والبي بكام؟ إنه بواحد كمان صح؟ أي صح. والسي بكام يا أخوان؟ ماينس 2. إذا بلس 2 نيجاتيف 1 over x minus 3 square dx. عرفتوا شو عمل مالك؟ دخل نكتب جوا صح؟ لن مطلق بلس لن مطلق مين المقام هون شو عندي؟ شو تكامل نيجاتيف 1 over x minus 3 وتكامله كام؟ x minus 3 في المقام صح؟ مضروب باثنين في البسط واضح؟ بلس بلس كي بلس كي بلس ثابت ليه؟ لأنه السي استخدمناه نحن. حط أي ثابت آخر يا أخي. في مشاكل يا شباب؟ لا واضح أكيد؟ أي واضح. اعذروني والله أنا تعبت. أنا فعلا تعبت. عاد عاد أدرك. لا والله تعبت فعلا ما ارتحت لأنه اليوم. إذا هذا خلصنا منه هذا خلصنا منه. طيب في عندي مين؟ لحظة شوي حتى أشيله ما أربط هذا مع هذا ثواني. هذا اختبار آخر لكن في ضمن في أشياء من ضمن المين من ضمن الأشياء مطلوب مني بكرة في الاختبار. حبيت أذكركم إياها. أنتوا إيه؟ أنتوا بالضبط الأمور. مرحبا. طيب نأخذ شوي كرة إذن هذا نحطه أطلب كليب لحظة شوي أطلب كليب حتى ما ضيعوه. تفضلوا شايفين الورقة يا شباب؟ أي واضح. طيب مين بدي يسلم معي؟ أنا ما راح أمشي صراحة ولا فهم صدقا يعني. هذا خص منه ماشي تفضلوا نصور من بعد لكم. طيب تفضلوا مين بدي يحكي معي؟ أنا يا دكتور. ماشي. أنت مين؟ عمر الصالح. تفضل. أول شيء يا دكتور نكتب المقام اللي هو E أس X في كل تربيع. أيوة. بعدين نظر في E أس X بسط المقام نروح حق المقام. أيوة. وتصير صيغة كوشاين إنفيرس. نيفر. عفواً شو هو؟ كوشاين إنفيرس. كوشاين إنفيرس نعم. إذن هذا مين؟ هذا exam. هذا مين؟ second exam. إذن هذا second exam أو midterm. مد. هذا مين؟ 39 40. ماشي الحال شباب؟ طيب. هذا first semester.
ماشي. question mean exercise 1 أو question 1 الفقرة الأولى A. هذا A تكامل. أنا شو عندي هون؟ A negative X DX root of A to the power 2X minus 1. أنا شو بعمل في هاد؟ shift up. شوفوا shift up صح؟ وهذا root of mean EX squared minus 1. هذا شو بيعطيني؟ DU over mean root of U squared minus 1. حيث ال U شو هي ال U؟ E to the power X. ال DU شو بيساوي؟ E to the power X DX. صح؟ صح. وهذا شو بيصير عندي؟ كوسين انفرت اليو بلس ساري. إذن بيساوي كوسين انفرت من هو اليو؟ يوس اكس. طيب تفضلوا نمبر 2. مرحبا مين بيحكي معي؟ يلا شباب. نفس الشيء دكتور، نقسمها تحت 2 تربيع ناقص كوساين تربيع كل تربيع. كوساين 2 والتان نخليها ساين على كوساين. اذا ساين ماشي. شوف الورقه شوي فوق الملك امر دكتور. كوساين اكس صح؟ ماذا root of mean of 2 squared minus mean cosine squared. أيوة cosine squared x وهذا squared. من هو اليو؟ cosine تربيع. طيب cosine تربيع. تعال نشوف والله. إذا اليو شو بيساوي؟ اليو equals مثل ما قالوا الشباب كوساين تربيع x صح؟ الديو شو بيساوي؟ بيساوي مشتقة مشتقة الاوتر في مشتقة الانر هيعطيني ماينس ساين x وهذا دي x. هلا 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 انا شو عندي في الباص؟ ما عندي الا ساين x دي اكس صح؟ نضرب في كوساين. اوه 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 نضرب كوساين وين؟ البسط والمقام يا اخوي صح؟ البسط والمقام ايوه. فيكون لدينا الان اذا هذا اي شو بيساوي؟ اكتبوا لي هون فهمتوا شو احتياجنا؟ اهو هذا دي اكس انا عندي هون انه ايه ساين شو احتاج؟ اذا بضرب كوساين في البسط وكوساين في المقام اهو لحظه وين الاحمريكا راح؟ فين الاحمريكا ها؟ هذا كوساين مين؟ كوساين الاكس. اوكي شباب وانا عندي هون ايه هذا كوساين الاكس مضروب هون بكوساين اكس وهذا روت اوف مين اوف 2 سكوارد ماينس كوساين سكوارد اكس وهذا كله سكوارد. كلير كلير. شو احتاج لسه؟ احتاج النيجاتيف 2 يا اخي. اضرب بين ان عاصم على النيجاتيف 2 صح. نجي الان اصبح عندي الان اعمل سويتش فيطلع عندك نيجاتيف 1 اوفر 2 هذا من هو؟ دي يو دي يو اوفر يو هذا شو هذا؟ هذا كان بيطلع عندي كل كوساين سكوير كوساين سكوير اكس اللي هو مين؟ اللي هو يو صح؟ اذا هذا يو روت اوف شو عندي هون؟ 2 ماينس يو سكوير. يا سلام 2 سكوير ماينس يو سكوير هذا شو بيساوي شباب؟ فيش 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 6 والله هيك عم يطلع عندي فيش 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 فيش
نعم يطلع عندي فيش، عم يطلع عندي سمك. هيك عم يقول الشباب. إذا ناقص واحد على اثنين صح؟ سيش انفيرس منو؟ ديو على اثنين over 2 صح؟ فيطلع عندي I equals 1 over 4 سيش انفيرس راح النيجاتيف ها؟ سيش انفيرس منو يا شباب؟ وساين X over mean over 2 plus sin. في مشاكل؟ لا واضح. طيب لازم نشوف اللي بعده. هذا التمرين ما راح حلوه، عرفتوا ليش؟ ليش؟ واحد دكتور. هذا اوكي عرفتوا ليش؟ حلينا نفسه. حلينا هو نفسه حلكم اياه في الفصل. ايه هو نفسه محلول عندكم بالفصل، هذا محلول. ما شاء الله عليكم. هنا مديت. مرحبا، شفتوا له هذا؟ ايه هذا باي بارت. ايه طيب مرحبا. وهذا ايه شفنا شو هذا؟ سيكتر بي سيكتر بي. هذا شو هذا؟ هذا ايفن، بس يكون ايفن عندي سيك بالايفن شو بيكون شكل وشي كول سعيد. ناخذ منه مين؟ سيك سكواد اكمل لحالك مراحل، انا تعبت والله. مرحبا شباب. شباب هذه تريكم من التريك. مرحبا شباب، شفتوا لي التمرين اليوم؟ شفتوا لا لا اللي قال لي لا 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 الان هو ما يتحل الا ترونيتر سبستيوشن هوم. شفتوه هالتمرين؟ شفتوه كان حاطط لي من شوي في الباص. طيب شالوا حطوه في المقام، ما بيتحل عندي هون اطلاقا، ما تحاول الا ايه ترونيتر سبستيوشن. واضح يا اخوان؟ واضح. الاكس شو بيساوي؟ سيك ثيتا. اثنين سيك ثيتا. حلو يا مالك، والله ما راح حلو مالك بصراحة، مالك تعب كتير. وهذا أنا ما حلكم يا بالفصل؟ ألا فركشها. هو نفسه نفس التمرين، لك نفس التمرين نحن بالفصل. X كيوب بلس مين بلس X 4X، طلع X برا بيصفي عندك الآن شو هاد؟ X تربيع زائد 4. هذا ما يساوي مين؟ ما يساوي الصفر صح؟ هذا ما يتصفر. ايه هذا شو بيعطيك عنده إذن؟ ايه over x bx plus c. حلو انا لاني حلو ما عم حلو انا كل ما احلو على السبورة ونفسه. هذا ما يكون على افيوم هانو، لا هذا ما داخلي معكم لسه، ما اعطيناكم اياه. اوكي يا اخوان تمام. تمام بس شوية وقت بالسلاح عملكم بالله اسكان للأوراق، بعثكم اياها وبعثكم معها حلول ايضا اشياء اخرى في اختبارات سابقة في الفاينل، يعني مجمع لكم ما يخص الاختبار بكرة وحالكم إياها مسبقا، فأعطيكم إياها أز بونس هدية ما منها جزية. تمام يا أخوان؟ كيف حالك؟ الله يعطيك العافية. شكرا أي سهو فاعذروني لأنه فعلا تعبت. والله تعبت فعلا، تعبت. فخلاص تطفي التركيز ضعيف شوي يعني. يلا بالتوفيق إن شاء الله. طيب الآن يوسف سمعت معنا؟ يوسف معك دكتور، معك يا صديقي يا أصدقائي. بعد ما حلينا أستحلفكم بالله بعد ما حلينا الآن هل شايفين أي صعوبة؟ لا لا بس لا هي ثلاث نماذج. ها تسهلت؟ اي والله تسهلت الحمد لله. ان شاء الله اللي عنده اي سؤال يبعث لي اونلاين. ان شاء الله ان شاء الله. تمام اهلا دكتور. الله يسلمكم، الله يوفقكم، الله يسعدكم، الله إلهي يثبت عليكم ما قرأتوا ان شاء الله باذن الله. وينكم لا تتوتروا، امتحانكم بالنسبه لكم تعرفوه انتم، نفس حلينا على السبوره. شفتوا الافكار عم يحلها الان مثلها يعني شو بده يطلع؟ جيب لك من موزمبيق تمساح يخوفك يعني اطلاقا.
صح؟ نور صح صح ان شاء الله. بس تحبوا اعطيكم كمان حاجه تسلوا فيها؟ تعال نشوف، حبيت لكم حاجه تسلوا فيها كمان، بس انا والله اعذروني ما بقى قادر اكمل حتى تعبت من الحكي. يلا تصبحوا على خير يا شباب. دكتور طبعا حبيبي خير. بالنسبه لمحاضره بكره الصباح، اذا تقدر تاجلها وتخليها عن بعد بحكم ان عندنا اختبار بنفس اليوم. ما في عندي مشكله، اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه. خلاص اللي عنده حصص عندي بكره لا يجي، حنعملها اونلاين لسبب واحد، عشان يكون انتم عم تقولوا انه والله تطلعوا من البيت وتجوا وتضيعوا وقت وترجعوا الجامعه وهذا. طيب اوكي ماشي، انا بكره موجود ان شاء الله اونلاين. اونلاين في نفس الوقت يا دكتور ولا وقت ثاني؟ كيف عفوا؟ في نفس وقت المحاضره الاصلي ولا يعني وقت ثاني؟ في نفس الوقت المحاضره تماما، ما في وقت ثاني اطلاقا، ما فينا نأجل شيء. صح؟ ريكوردينج ستوب. دكتور تحياتي. جزاك الله خير يا دكتور، ما قصرت. الله يرضى.